سؤال يعني تعرف الوضع المادي وتأخر الرواتب والعوائل والصرفيات وهذه الأمور، الكمامات وهذه الأمور راح تكون على نفقة وزارة التربية، على نفقة وزارة الصحة، أما على أولياء الأمور برأيك؟ سؤال. احنا بالحقيقة يعني تحركنا قبل من يعني وهم الطلاب نلقى بالباب واحد مخلي له باكيتين وروح احنا راح نمضي. احنا يعني هو لازم يجينا من البيت. احنا شوي قلقين من موضوع النقل مال الطلاب. طيب تدري بعض المدارس راح ينقل عن طريق الباص. والباص يعني متأكد يعني احنا نوجه حوالينا الكريمة يعني شوي يبتعدون عن موضوع التنقلات. يعني وزارة الصحة هم ايضا تقول السيارات الكبيرة ما يكون بها اكثر من 8 يمكن هاي الكوسترات. طيب. احنا شوي هذا اللي قلقنا، فعوائلنا يدزون ابنائهم لابس الكمامه، اذا بالطريق احنا بالباب جاهزين. فحص حراره، كمامه. طيب. معقمات بكل صف. راح تقول مين راح تجيبون هذا؟ احنا بالحقيقه قبل ما نبدا بشروع بدء العام الدراسي الجديد صار عندنا اتصال بعض المنظمات الدوليه. يعني اليونسيف واليونسكو وايضا منظمات يعني محليه. ايضا وزاره الصناعه. طلبنا من الصحة اعتذروا وقالوا احنا يعني وضعنا ما هذا، لكن البقية كلهم على استعداد. وايضا ايضا للأمانة مجالس الآباء كانوا تجاوب يعني كبير جدا بهذا الاتجاه. صارت ندوات يعني بين وزارة التربية والعوائل والآباء توضيح هذه الطريقة حتى يبعدون المخاوف اللي هسه خايف فيها البعض من العوائل. كنا نبعث الرسائل. حتى سوينا يعني احنا عندنا شعبة الإعلام. طيب. بالحقيقة وأيضا عندنا شعبة الصحة والبيئة. يعني حتى قسم يعني تحياتنا لأستاذ إحسان دعدوش وبعض الفنانين. سوينا يعني ما أعرف شو يسموها يعني برامج إرشادية لأن هم الأطفال يحبوهم يسوون في فترة الامتحانات. طيب. فإحنا ساعين إحنا نقول لهم الأوان الكريمة نتوكل على الله سبحانه وتعالى. هم يجوز متخوفين من يوم لكن احنا عندنا 3 وسائل للتعليم. ما قدر بالتلفزيون التربوي يروح للتعليم الالكتروني، ما قدر بالتعليم الالكتروني يجينا يوم يخاف من هذا اليوم ياخذ انتساب. احنا ما نريد نضيع سنه دراسيه على ابنائنا. العوائل كلها للامانه الكل الطالب ان يكون بدا العام الدراسي الجديد، لكن ننطي بعض يعني بعض خلينا نقول الاطمئنانات. رسائل الإيجابية إنه إحنا إجراءاتنا مع وزارة الصحة. طيب. للأمانة أنا من كنت أشوف الطبيب واقف بالمركز الامتحاني هو لابس الصدرية، شوف الرسالة اللي بعثناها لأولياء أمور الطلاب إيش قد كانت مريحة. قال لك خلاص أنا ما أكو طبيب وأكو فحص وأكو معقمات وأكو كمامة، قاموا يجرون وجوهم يرجعون للبيت وأبنائهم يكمل الامتحان ويرجع للبيت.